السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. نزلت انا فيديو مسبقا كيف انت تشغل اغنية الام بي 3 في اليوزر في الفلاش ميموري واغاني الميدي. احد المتابعين سأل كيف انك تتحكم في الاغنية، تلغي صوت المطرب في الخدمة اللي موجودة في الياماها. الحين بعد ما نزلت الاغنية انا في تكون في الفلاشة او على نزلت اغنية انا عبد المجيد عبد الله، أغنية حلاك للملحن الرائع سايد. انزين تفتح معاك الصفحة هاي، تختار أغاني الأوديو، هاي أغنية حلاك تفتح معاك. نرجع مرة ثانية هنا، لاحظ معي الأيقونات هذه، في كنسل، في كنسل يعني فوكال كنسل، يعني هني انك لما تضغط عليها تلغي صوت المطرب ويتم عندك صوت الإيقاع. بس في ملاحظة، لما تلغي صوت المطرب في اغاني يطلع الايقاع بصوره واضحه بس صوت المطرب يتلغي، وفي اغاني لا، في بعض الايقاعات تنزل بعد مع صوت المطرب تتلغي يعني. فانت تطول على الاغنيه عشان اذا انت بغيت تغني معاها زين. وفي ملاحظه ثانيه كذلك، ما تقدر تسجل صوتك على صوت الاغنيه، اللي ماها عامليك خدمه انك انت بس كتلغي صوت المطرب اذا انت تبغي تغني لايف بس، لكنك تسجل في اليو اس بي بصوتك ما يستوي، ولا بعد تقدر انك انت تعزف عزفك انه يسجل عزفك مع الاغنيه. هاي فقط حق اللايف، يعني اذا كنت في حفله في شيء انك تلغي صوت المطرب وتغني. زين نبدا الحين نشغل الاغنيه، لاحظ معي. الحين انا ما شغلت اللي هو الفوكال كنسل، لاحظ معي صوت عبد المجيد الحين راح الغيه. شوف الحين هذا صوته، اسمع شوف راح صوته بعيد، شوف بس شوف صوت الايقاع يعني خف، ويعني صوت المطرب خف وفي ايقاع خف. في اغاني تطلع صوت الايقاعات حلوه يعني. انزين هذه الفوكال كنسل فوكال. اذا جيت عند اللي هي الكلمه الثانيه التي ستريتش، هذه شو تسوي تي ستريتش؟ لاحظ معي راح اختارها، يطلع لك الرقم تايم ستريتش، تسرع الاغنيه وتنقص. اسمع اسمع وتنقصها وتروم تبطئها بعد. خليها على الامية العادية. زين نيجي الحين عند اللي هي البيتش شيفت. البيتش شيفت طبعا انا لاحظت شباب وايدين يحبون يسمعون الاغاني بطريقة سرعة، اضغط عليها اسمع البيتش شيفت شو تسوي. اسمع على حسب ما تبص صوت المطرب، يعني نفس الترانسبوز. شوف وتنزل تحت، شوف تتحكم في الأغنية. أما بالنسبة للريبيت، الريبيت معروف، تدق على الاي تم تعطيك الأغنية اللوب، إذا كانت تعطيك لوب كل ما تنتهي تنعاد، كل ما تنتهي تنعاد. أنا وضحت لك الحين الأيقونات كيف تتحكم في الأغنية، مفهوم؟ هذه هي طريقة التحكم والغاء صوت المطرب والأغنية. شكرا.